حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن ربيعه حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فساله عما يلتقطه فقال عرفها سنه ثم احفظ عفاصها ووكاءها فان جاء احد يخبرك بها والا فاستنفقها قال يا رسول الله فضاله الغنم قال لك او لاخيك او للذئب قال ضاله الابل فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتاكل الشجر